اليوم بدي اعلمكم طريقة ميك اب اللي هي رح استخدمها لصيفية 2014 للنيو ترند. رح بلش اول شيء بالميركل تاتش فاونديشن على كل الوجه والكونسيلر تحت العيون. هلا بدي استخدم الباودر اللي صار لها 60 سنة مع ماكس فاكتور هي الكريم باف، بس اثبت الفاونديشن والكونسيلر واخترت الترانسلوسنت الباودر اللي ما لها لون. هلا بدي بلش بالاكسس ايلاينر لون التركواز. هيدي اللوك حبيت صممها لسمر 2014 باستخدام لونين كتير بارزين، الذهبي والتركواز. ببلش كتير قريب للرموش ومد اللون على كل جفن العين. بدي اعمل الحواجب جولد ذهبيه ولحط اللون الذهبي تحت الرموش التحتانيه حتى اعمل بالانس بين الحواجب والعيون. بعد في تو ستيبس للعيون حتى يخلص مكياج العين. اول شيء بدي استخدم الاكسس انتنسيتي للنيو لونجر ايلاينر من ماكس فاكتور باللون الاسود. بستخدم الماسكارا الجديد اسمها اكسس فوليوم ماسكارا ستيب 1 اللي هي تعطي فوليوم للرموش، الستيب 2 اللي هو اللي بيعطيها الانتنسيتي الاسود للرموش. هلا بدي اخلص هذا اللوك باستخدام البلاشر من ماكس فاكتور. رح استخدم الكلاسيك بينك بلاشر كمان الليب فينيتي، اثنيناتهم رح استخدمهم بلون البينك الفاتح حتى الفوكس يكون اكثر على العيون. هلا بما شفتوا الخطوات حتى توصلوا لهيدي اللوك كثير سهله باستخدام ماكس فاكتور برودكتس، وخاصه الاكسس فوليوم ماسكارا الجديده من ماكس فاكتور والاكسس انتنسيتي لونج وير ايلاينر. ان شاء الله انتم بتكونوا حبيتوا هيدي اللوك الاخيره من ماكس فاكتور لصيفيه 2014.